واش القناع ملزم اليوم؟ راه ملزم، راه خصنا نكون، ولكن الالزاميه ديالو كتجي من القناعه الشخصيه. ياك انا مسؤول وخصني ندير الماسك، الا كنت مسؤول خصني ندير الماسك، الا كنت مسؤول على الصحه ديالي اللي دايرين بيا وعلى ديالي وعلى الناس العائله ديالي، فبالتالي خصني ندير الماسك. الماسك فين خصو يدار؟ خصو يدار في الاماكن اللي هي مغلقه، الاماكن اللي ما فيهاش تهويه واللي فيها ولا بد نحترم التباعد الجسدي. في الاماكن اللي مغلقه خصنا نديروا لي ماسك ديالنا باش يمكننا نهضروا مع بعضياتنا، ولكن في الاماكن اللي هي بعيده انت بوحدك ما فيها بس تحيد الماسك ديالك، وملي تبغي تستعملو باحسن طريقه. الطريقه راه مهمه، لان ملي كنشوفوا الناس كيفاش كيديروا الماسك اليوم، راه كنتسائلوا هذاك الماسك اللي مديور واش دايروا هير ديكور ولا دايروا باش هو مسؤول على 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 اللباس ديالو. فبالتالي هذه راه مساله حتى هي خاص التحسيس فيها، وما يمكن ما نبقاوش نغطيو الشمس بالغربه. راه التراخي سبب ديال الانتكاسه، الحركيه ديال الفيروس كتمشي مع الحركيه ديال الانسان. بعض المناطق اليوم في المغرب عرفات بعض الاصابات اللي ما عمرها كانت عرفتها، باش بالسريان ديال الحركه ديال النقل ديال الانسان، ما يمكنش الفيروس يمشي بلا ما يديه شي واحد. فبالتالي القضيه ديال الماسك كتكون جد ضروريه. هوية بريس، نحو اعلام هادف.